165,681 طالب وطالبة. في علمي رياضة 78,474 طالب وطالبة. في الأدبي 168,000 طالب و680. دول إجمالي الأعداد في المراحل المختلفة أو في تخصصات العلمي علوم أو علمي رياضة أو أدبي. خلينا نقول إن النتيجة السنة دي كان الحاصلين على أكثر من 95% من قطاع العلوم 37,723 من إجمالي 165,000. بنسبة مئوية 23% من الطلاب في هذه في هذا القطاع حاصلين على 95% فيما فيه. بالنسبة للرياضة اللي حصلوا على أكثر من 95% كانوا 11,499 طالب يمثلوا 15%. بالنسبة لأدبي طلاب أدبي اللي حصلوا على أكثر من 95% كانوا 6,810 طالب يمثلوا 4% من العدد. يمكن بالنسبة لقطاع أدبي كتقييم لمنحنى الامتحان كانت إلى حد كبير منضبطة جدا. لما نيجي نبص على اللي جابوا أكثر من 75% نلاقي 85% من الطلاب لمرحلة للتخصص علم علوم جابوا أكثر من 75% اللي هم 140,000 طالب 387. بالنسبة للرياضة نتكلم على 80% من الطالب تخصص الرياضة اللي هو يمثل حوالي 62% 615 طالب حصلوا على 80% فيما فوق. بالنسبة لأدبي 111,000 طالب 548 بنسبة مئوية 66% حصلوا على 75% فيما فوق. ده بس بعض الأرقام اللي ليها بعض الدلالات، لأن احنا بنقول إن إجمالي قطاع علمي علوم وعلمي رياضة 412,000 طالب نجحوا هذا العام 412,835. طيب زي ما حضراتكم عارفين مكتب التنسيق ابتدى يستقبل الرغبات على شبكة الإنترنت من يوم الاثنين 16/7 ولمدة 5 أيام، انتهت يوم الجمعة 9/7 مساء اللي هو 20/7. وكنا حددنا الحد الأدنى ب 394 درجة في أكثر بالنسبة لشعبة العلوم، يعني 96.1%. وكان في شعبة الرياضيات 385 درجة بنسبة 93.9%. وشعبة الأدبي كانت 328 يعني 80%، وكان عدد طلابها زي ما اتفقنا 83,539 طالب. إذا إجمالي عدد الطلاب في هذه المرحلة كانوا 126,807 طالب وطالبة. انتهى مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المحددة، وكان عدد الطلاب المتقدمين في الشعبة العلمية 43,402، شعبة الأدبية 82,705، إجمالي 126,107 من 126,807، وده معناه إن هناك عدد 700 طالب وطالبة تخلفوا عن الدخول إلى الموقع الإلكتروني وكتابة رغباتهم عن طريق شبكة الإنترنت. طبعاً اليوم بعد كده إن شاء الله ننظر في العدد 700 اللي ما كتبوش. التقدم حصل على كليات جامعية للشعبة العلمية 43,359، للشعبة الأدبية 82,547، إجمالي التقدم في الكليات الجامعية من هذا العدد 125,906. أما فيما يخص اللي تم كتابة رغباتهم في المعاهد التابعة للوزارة فكانوا 42 في الشعبة العلمية، هي 58 في الشعبة الأدبية، يعني 200 طالب. إجمالي الطلاب 43,401 في الشعبة العلمية، 82,705 في الشعبة الأدبية، هي 26,106، ده إجمالي العدد. حالات الاستنفاذ الرغبات حالة واحدة فقط، طالب من الشعبة العلمية استنفذ رغباته، وذلك لتضمين رغبات الكليات لا تتناسب مع مجموعه.
ايضا من الهام ان نعلن الحد الادنى للمرحله الثانيه ان شاء الله بالنسبه للشعبه العلميه، الحد الادنى 320 درجه واكثر، اي بنسبه 78.05%، وعدد الطلاب في هذه المرحله 144,059 طالب وطالبه. اما بالنسبه للشعبه الادبيه فالحد الادنى للمرحله الثانيه 285 درجه واكثر، اي بنسبه 69.51%، وعدد الطلاب 53,864. اجمالي الشعبه العلميه والشعبه الادبيه في هذه المرحله 197,923 طالب وطالبه.